فقر مدقع ومنعطفات اقتصادية خطيرة يمر بها المواطن العراقي قبيل حلول شهر رمضان المبارك، حيث يقل إقبال المواطنين على مراكز التسوق بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية. العراق من 2003 يمر بظواهر اقتصادية جسيمة، والمشكلة والخوف اللي موجود عند العراقيين بأنه هاي الظواهر الاقتصادية تحولت إلى مآزق اجتماعية لأسباب كثيرة. أكيد بأنه السبب الأبني هو الأبرز، أما السبب الآخر اللي هو أنا برأيي وبرأي كل الناس اللي موجودين بهذا الشارع وبهذا الوطن العزيز، مسألة الحالة المادية. يعزو مراقبون ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار العراقي وتأثير الحظر على الطبقة الكادحة التي وصلت نسبتها بحسب بيانات وزارة التخطيط إلى أكثر من 30% من إجمالي السكان، إضافة إلى غياب مفردات البطاقة التموينية وانعدام الحلول الموضوعة من الحكومة ووزارة التجارة. أقل شيء يعني وفر المواد الغذائية الضرورية للمواطن زين، وطلعوا لجان تتابع كيلو الطماطم ب1500، بطل الدهن ب3000. شنو احنا وين صرنا يعني؟ وين صرنا؟ اليد العامله من بنغلاديش وما ادري منين تروح، اكو محافظات عمي حتى من ايران اكو يد عامله زين بالفنادق السياحيه وغيرها بالعتبات المقدسه زين. هذا اني وغير امثالي اللي نشتغل يد عامله بنروح، طبعا انا ما يشغلني. ويخشى المواطنون من أن ارتفاع الأسعار لن يتوقف عند نقطة معينة في ظل غياب السياسات الاقتصادية الإيجابية. اليوم المواد الغذائية جبت نار، بطل الزيت ب3000 يا سيادة الوزير، يعني الفقير وين يروح؟ التمن ب1500، يعني احنا وين نروح؟ وين نطلجونه؟ يعني هذا الحكي مو صحيح. المفروض انت جاي شهر رمضان والمفروض تدير بالكم على شعبكم وعلى المواد الغذائيه، يعني وين يعني ناكل ترابكم وما ناكل تراب؟ البطاقه التومنيه ايش بيها هي؟ ايش بيها فوائد البطاقه التومنيه؟ هي بس التمن وبس الطحين، والطحين اصلا حتى ما ينوكل. احنا قاضيه مشتر الله وكيله. وبدلا من الرفق بالمواطنين المستعدين لاستقبال شهر الرحمه، تاتي الحكومه بقرارات تنذر المواطنين بحرمان ثقيل من ادنى متطلبات المائده الرمضانيه.